أهلا بحضراتكم. اليوم انطلقت فعاليات القمة العربية 32 في المملكة العربية السعودية والمقامة في مدينة جدة. كان الحضور فيها قوي، ويمكن من أبرز الكلمات الحقيقة هي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحدث السيد الرئيس عن العديد من النقاط الهامة والقضايا الهامة المتعلقة بالمنطقة العربية وعن دور مصر وعن دور العرب عامة وضرورة الاعتماد على قدرتنا كعرب لحل القضايا والعديد من النقاط الهامة. الحقيقة رسائل كتير وراء هذه الكلمة المختصرة والموجهة للرئيس السيسي. نعرف تفاصيل أكثر عنها هاتفيا من النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك سيادة النائب. أهلا بحضرتك. في البداية، كلمة السيد الرئيس كانت النهاردة مختصرة ولكنها شاملة وموجهة، تحدث عن جميع القضايا اللي بتدور في الوطن العربي. حضرتك شايف الكلمة ازاي وتأثيرها عامل ازاي؟ خليني اقول لحضرتك، الكلمة كانت موجهة ولكنها كشفة لكافة الأوضاع وكافة القضايا اللي بتواجه الأمة العربية. الاستعراض المتعلق بالقضية الفلسطينية كان حاضرا، الاستعراض الخاص بمستجدات الوضع في السودان كان حاضرا، الأمر في ليبيا وفي اليمن كان حاضرا، وطبعا القضية الفلسطينية دوما في القلب، ومطالبتنا الدائمة بإنهاء حالة الاحتلال ووضع حل لتلك القضية الشائكة والتي تؤرق الأمن القومي العربي. في الحقيقة كمان يعني كان جزء من حديث السيد الرئيس حول التحديات التي افرضتها العولمة وحول الاستقطاب الحاد في الخريطة الدولية وحول الكين بمكيالين في بعض القضايا امام القانون الدولي. ده كله كان في كلمة موجزة ولكنها كاشفة ومعبرة لحقيقة الأوضاع. خليني اقول لحضرتك واركز على ضرورة تفعيل الأمن القومي العربي واللي نادى دي النهاردة بالتأكيد، والعمل العربي المشترك، لأنه جزء كبير من الأزمات اللي بتواجهها هو العمل في خارج هذا الإطار. يمكن السيد الرئيس تكلم كمان على موضوع أو جزئية الخاصة بالدولة الوطنية ودعم مؤسساتها. حضرتك شايف النقطة دي إزاي بالتحديد؟ خليني أقول لك إن الخطاب السياسي المصري هو خطاب داعم لمفهوم الدولة الوطنية بمشتملاتها، الأرض والسكان ووحدة المؤسسات الخاصة بكل دولة. وده خطاب بيقف ضد فكرة التطرف وضد الميليشيات وضد الأفكار العابرة للحدود الوطنية. الركيزة الأساسية لدعم البلاد ضد المتغيرات اللي موجودة ومحاولات التدخل الخارجية ومحاولات الاستقواء ومحاولات الكيل بمكيالين هو دوما اعلاء فكره الدوله الوطنيه المصريه، وهو ما اكد عليه سياده الرئيس النهارده. بالتاكيد برضه نقطه هامه برضه سياده النائب اتكلم عنها السيد الرئيس النهارده، ان احنا لازم نعتمد على قدراتنا لحل القضايا اللي بتدور في المنطقه العربيه. حضرتك شايف المقصود من هذه الجمله بالتحديد من وراء كلمه سياده الرئيس النهارده؟ لو تم تفعيل كافه أطر التعاون العربي المشترك صدقني مش هنحتاجها. القوى البشرية موجودة، القوى الاقتصادية موجودة، القوى المالية موجودة، كل أشكال القوى مركزة في بشكل مختلف ومتفاوت ما بين الدول العربية وبعض. لو حدث هذا التعاون هنقدر نقف بشكل كبير أمام التحديات الإقليمية والاطروحات الجديدة والاطروحات الاستثنائية اللي بتواجهها الدول العربية في الوقت الحالي. احنا في منطقة اصبحت منطقة ملتهبة فيها صراعات وازمات في كافة في اغلب الدول العربية. ده حقيقي. وبالتالي التعاون العربي المشترك ده امر غاية في الاهمية. وانا يعني باكد على ترحيب السيد رئيس الجمهورية بعودة سوريا لحضانتها العربية. عودة محمودة وعودة مهمة جدا، واحتضانها داخل إطارها الطبيعي غاية في الأهمية، وهو ما تم حدوثه خلال الفترة الماضية. ده حقيقي. في النهاية حضرتك شايف بعد خروج إعلان جدة منذ قليل، إيه أبرز النقاط اللي حضرتك تلتفت ليها في إعلان جدة بعد صدوره واللي يجب العمل بيها لكي تحقق المرجو من هذه القمة؟ يمكن أكد الإعلان على فلسطين وإدانة وشجب ما يحدث من إسرائيل، سورة الترحيب بعودتها اليمن، وأيضا الخلافات الحادثة في السودان. المطروح
في مسودة البيان الختامي كاشفة للأزمات اللي بيواجهها الدول العربية. فلسطين حاضرة في قلب هذا البيان وبقوة. حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 67 من ناحية، ودولة عاصمة القدس الشرقية من ناحية في القضية الفلسطينية، بتسحب عودة سوريا، حل الأزمة السودانية من خلال الجهود العربية المشتركة يجب أن يكون في أسرع وقت. دعم الدولة الوطنية في مواجهة الميليشيات المسلحة وأي كيانات تغير القانون كان أمر أيضا غاية الأهمية، وتم التركيز عليه في مسودة البيان الختامي. ما أرجوه هو تفعيل تلك الأمور وإرادة حقيقية من الدول العربية نحو لا فكرة العمل العربي المشترك، وفتاحة الأمن القومي العربي يجب أن يكون مفهوما راسخا ويتم تفعيله طوال الوقت. بالتأكيد هو ده اللي بنرجوه من وراء هذه القمة، تفعيل دور هذه النقاط وتفعيل دورها إن شاء الله حتى يتم العمل بإعلان جدة بعد خروجه. النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لحضرتك. ده كان التعليق على كلمة السيد الرئيس اليوم في كلمته خلال فعاليات القمة العربية 32 في المملكة العربية السعودية والمقامة في مدينة جدة. بنشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.